ده نقد فني. مؤخرا بقى يطلق عليه ذلك. انا ما كنتش اتجرأ في البدايه ان انا اقول كده، انا بسميه المقابل اللغوي لكلمه ريفيو، وهو مراجعه ايوه رايي الشخصي في هذا الموضوع. ولكن انا وصلت للصيغه دي في الكلام، للكلام او لطرح رايي في الموضوع من خلال ما يسمى بالريفرس انجينيرنج لمقالات نقديه. يعني انا طول عمري بقرا مقالات نقديه سواء دوليه او مصريه لنقاد مصريين او لنقاد عالميين، وابتديت احللها، ابتديت احاول افهم هي مكوناتها شكلها عامل ازاي، والاقي ان في مدارس في النقد من غير ما تطرح بالشكل ده، والاقي ان في سياق للمقالات النقديه. دايما لما باجي اصور الموضوع بقول وصلت لمرحله معينه ان انا لو قاعد مع الناس دي كلها في اوضه اللي هم النقاد اللي انا بحبهم هيبقى لي راي، يعني هحس ان انا في مرحله من المراحل هحب ارفع ايدي واقول حاجه تستحق ان عندك حد الجرأة يسمع. انك تعمل ده، او مش عايز يبان الموضوع مغرور، حسيت ان انا بقول حاجة ليها لازمة، أو إن رأيي ممكن يصاغ في طريقة تصلح للطرح في هذه الأوساط. في الوقت ده أنا تجرأت وحاولت أعمل الموضوع ده وسميته مراجعة، لغاية لما في ناس قالوا لا ده مقال نقدي، في ناقد كبير جدا اسمه بشار إبراهيم، هو توفى السنة دي. لقيته بعت لي، أنا ذهلت بصراحة لما بعت لي، قال لي بطل تقول على اللي أنت بتعمله ده مراجعات، ده نقد. سميه كما يسمى، بلاش موضوع ال بتاخد وقت قد إيه مثلا علشان تنقد فيلم؟ بتستعد له إزاي؟ بستعد له من في البدايه، احنا بنبتدي من اول التريلر لما يكون في فيلم يهمني اللي هي الاعلان بتاع الفيلم، بتفرج عليه بحاول افهم تصنيفه وافهم حبكته وافهم عناصر الجذب فيه وافهم الحاجات اللي مخوفاني منه، وده بيصاغ في شكل اسئله بدخل بيها الفيلم. واثناء المشاهده ببتدي اخد ملاحظات بتشكل اجابات لهذه الاسئله اللي انا سالتها، وطبعا اي ملاحظات تانية ازيد ممكن اخدها اثناء مشاهده الفيلم. بعد كده ما بحاولش اصيغ الملاحظات دي، انا بحاول اقراها مره واحده وبعدين بحاول انساها تماما وبعدين بقعد اتكلم. انت بتتكلم بتلقائيه؟ لا لا لا، الكلام ده مكتوب. بس قبل ما يتكتب بنسى الملاحظات. يعني انت بتتكلم قدامك اوتو كيوب؟ لا. في مرحله من المراحل كان فيه بس ما حبيتش الموضوع خالص. دلوقتي انا مسجل ملاحظات بحاول افتكرها واقولها، لكن الكلام دوت انا كاتبه. انت كاتبه؟ بتصيغه بقى باللغة.